كابتن احمد فياض. نعم يلا. بدنا ننتقل للكابتن احمد فياض، يعني ان شاء الله يعني مقبل على دكتوراه تكون في الرياضه ان شاء الله. يعطيك العافيه. اليوم رح نتحدث عن نقاط الارتكاز في جسم الانسان، واهم هذه النقاط اللي بنعتمد عليها دائما بحياتنا اليوميه. تفضل. طبعا هلا اول شغله، في نقاط ارتكاز للجسم اللي هي الأشياء الأساسية اللي بنستهلكها كتير، اللي هي بتتأثر مع العمر. أوكي. فإحنا لازم نحافظ عليها على البكير عشان ما يصير فيها مشاكل. صحيح. يفضل. طبعاً هم الشغلات اللي راح نحكي عنهم بعدين نعمل عليهم تمرينات، بس إنه ننوه عليهم أول إشي اللي هي عندنا فقرات الرقبة، اللي هو عشان ديسك الرقبة والأشياء اللي بتصير اللي بتصيب الرقبة والكتفين. هاي شغلة مهمة. بعدين في عندنا أسفل الظهر اللي هي منطقة ألام أسفل الظهر، يعني اللي بسوي ديسك أو انزلاق وظروف أو اللي هو كيف نحافظ عليها. بعدين في عندنا الركب، يعني كثير ناس مع تقدم العمر بصير عندهم مشكلة بالركب. إحنا بنحكي للناس اللي ما صارش عندهم مشاكل كيف يحافظوا، وبيقدروا كمان يعملوا هاي التمرينات. نعم. والله يا كابتن مش بس الكبار والعمر الصغار، بقول لك أخي ركبي، في ناس كثير هم صغار في هاي المشكلة إنه ما بيقوم بتمارين حتى يحافظ على مرونة وصحة الركب. الهواء 100%. يلا وفي عندنا ضايل الكاحل، اللي هي منطقة الكاحل هاي بصير في دائما التواء بالكاحل. صح. يكون ما في مرونة بالكاحل، أي حركة صغيرة تلاقي صار في تمزق. نعم. مزقت. فإحنا بدنا نبلش بهاي الشغلات كلياتها. بتحب نبلش من أسفل الجسم ولا من اللي بتحب تلاقيه مناسب؟ ترتيب المحضرة. طيب. معك. لا مش مشكلة والله، يعني هيك إحنا بلشنا. تفضل كابتن. طيب هلا أول شغلة بدنا نعمل تمرينات للرقبة. تمام؟ تمرينات كيف نقوي عضلات الرقبة اللي هي الأصدغ. بنام على ظهري وبضغط راسي للأسفل زي هيك. يعني ايدي بدي احطها، لو نقرب الكاميرا هيك، ايوه منطقه الرقبه، بدي اضغط هيك على الارض على قد ما اقدر 10 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعدين برخي، يعني ايش؟ خلص برتخي في راسي. تمام. برد كمان مره، ثلاث جولات، كل مره 10 10 10. بعدين بيجي لتمرينات اللي هي اللور باك، اللي هي منطقة أسفل الظهر. برفع الهيب لفوق هيك وبشد على الآخر، بدي أحس بشد بأسفل الظهر بالمنطقة هاي مع الجلوتس، المنطقة هاي يعني هاي كاملة بدها تشد معي. طبعاً تشغل معنا عضلة الفخذ من الخلف اللي هي الهامسترينج، وبنزل 2 3 4. طبعا جسمي بده يكون هيك بهاي بهذا الشكل مستقيم. 5 6 7 8 9 10. هذا التمرين كمان لاسفل الظهر. هلا في عندنا كمان تمرين هذا الأسفل الظهر، بس بشتغل معه الأبر باك، يعني اللي هي الظهر من الأعلى. بنام على بطني هيك كامل، بمد إيدي لقدام وبسحب، لما أسحب إيدي برفعهم بالهواء هيك بهذا الشكل 1 2. طبعا هاي برفع شوي كتافي وبرفع أصابع إجري، لو نحط الكاميرا عند الإجرين كيف الإجرين بيرتفعوا من مفصل الحوض من المنطقة هاي، أيوة هيك بكون هيك بتعلق بالهواء وبنزل 3 سوبرمان. هاي باتمان. سوبرمان اللي هي كل وحده لحالها. ايوه باتمان بسافر بالاثنين، هذاك بايد وحده. شايف هذا الشكل، يعني بعمل ايش؟ سكويز لهي المنطقه، يعني بعمل ضغط على منطقه اسفل الظهر عشان يشتغل عندنا اللور باك. هاي 7 8 9 10. هيك هي عملنا تمرينين لأسفل الظهر وتمرين للرقبة، اللي هو تمرين الرقبة اللي بنام على بنام كامل عادي وبضغط براسي لورا. نعم. زي هيك. هلا التمرين، يعني هلا خلصنا الرقبة، خلصنا اللور باك أسفل الظهر، هلا بدنا نشتغل على الركب. كيف نقوي الركب. يب. بس أهم شغلة، في شغلة كثير مهمة، الواحد إنه يعمل ستريتشنج. بمسك إجري هيك من ورا وبشد عشان كمان تكون هاي المنطقة، عشان لما يصير أي إصابة أي شغلة
يعني أي حركة فجائية تصير معك يكون في مرونة بالمفصل، ما يتمزق الأربطة تبع المحيطة بالمفصل. فبشد زي هيك، بعدين ببدل الشقة الثانية. هاي بدها بالانس طبعاً. طبعاً. اللي ما عنده بالانس بحط إيده هيك وبصير تطلع عليها. طب ما بيقدر يسند على مثلا حائط على الحيط على حمود على اي شيء بيقدر يعني بيقدر يستعين. هلا هو هذا السترينج الاسترتشنج او الاطاله اللي هي تبعت المفاصل تبعت الركبه. الاسترتشنج مهم ليش؟ عشان حكينا لما يصير في عندنا ضربه شغله من هون زحلقت شيء يكون في عندك يعني العضل الرباط عندك متهيئ انه اذا صار اصابه ما يتمزع بسهوله، يعني يكون مرن. تمام. هلا بدنا نعمل التمرينات تبعت الركبه. بنام على ظهري بهذا الشكل، بنزل على الكواعي، هاي اجري هيك جنب بعض، بمد اجري هيك 1 2 3 4 5. طبعا هيك خمس مرات، هاي انا هيك متحرك خمس مرات حركتهم، بعدين بعد خمسه وانا ثابت 1 2. بشغل العضله هاي، بدنا نحس بالعضله هاي 3 4 5. هاي هيك خمسه، بعدين ببدل الاجر الثانيه 1 2. طبعا المشط بده يكون لجوا متوجه للداخل مش للخارج هيك هيك عشان اضغط على الركبه 3 4 5. وهلا بثبت ايش؟ خمس مرات كمان، بعد 1 2 3 4 5. هاي هيك عملنا تمرينات تبعت الركبه. هلا عشان كمان في جوا الركبه في شيء اسمه المحفظه الزلاليه جوا الركبه، يعني في عنا سائل زي بيكون زي الزيت جوا المفصل تبع الركبه. كيف انا هذا بدي احافظ عليه السائل؟ لو نحط الكاميرا على الركب عشان يشوفوا الساده المشاهدين، زي هيك بعمل هيك وبلفهم بهذا الشكل عشان يتوزع السائل تبع الركبه على كل الركبه. ببدل بهذا الشكل، طبعا اذا عندي اصابه حسب الإصابة ما بقدر أعملها إلا ما استشير مدرب أو يعني أخصائي علاج طبيعي. تمام. هلأ في عندنا الشغلة الأخيرة اللي هي بنحافظ على مفصل الكاحل. إجري بندهم هذا الشكل وبضمهم على بعض، بسكر 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 على آخر. هذا تمرين تقوية وهذا من تمرينات الاسترتشنج للكاحل، يعني بمسك إجري زي هيك وبشد الكاحل اللي عندي قد ما اقدر. هاي هيك عشان الرباط هذا والمنطقه هاي اللي هي ترتخي. ايه يعني الشد لكتي مؤلمه، يعني بتحس طبعا يعني بتصير توجع حتى كل الركبه بتشد، الرجل بتشد. ايوه. بعدين باخذ اجري بهذا الشكل، هاي بدعس عليها بمد هيك بسوي لود على الكاحل عشان يكون في مرونه يعني مش اكثر. بعدين عادي ببدلها زي هيك، بقعد على نفس الكاحل عشان يصير في مرونه. هاي لو تجيب الكاميرا هون عند عند الكاحل، هاي هيك بقعد على اجري بهذا الشكل. كمان مره نبدل اجري الثانيه، هاي عملناها، بعدين نعمل هيك لبرا، بعدين ايش؟ بقعد على اجري بهذا الشكل هيك. هاي كلها الهدف منها نمرن يعني مفصل الكاحل، مفصل الكاحل. بس اذا في اصابه ما بيقدر يعمل هذا التمرين. يعني هلا المشكله بانه التواء الكاحل شائع جدا، طبعا الاشخاص اللي عانوا من التواء الكاحل هاي الحركات ممكن تكون صعبه عليهم. طبعا يعني بس بده يعني مع الوقت يروح على اخصائي يا مدرب يا علاج طبيعي عشان ياهله لهي الشغلات. صحيح. بس هاي تمرينات اساسيه، هاي لاي حدا ما بيلعب رياضه. يعني دائما بحب التمرينات تكون للناس اللي
اللي بالبيت او ساكنين فيش عندهم جيم او هيك، يعني هاي الشغلات اساسيه بتحافظ على حكينا الرقبه واسفل الظهر والركب والكحل. هي الركائز الاساسيه بجسم الانسان. نشكرك كابتن احمد فياض على وجودك معنا اليوم وعلى كل يعني المعلومات اللي قدمتها، يعطيك العافيه. الله